هكذا بدأ مشهد اليوم الأول لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، فقد توجه أكثر من 316 ألف تلميذ وتلميذة للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 2600 ومركز امتحاني موزعين في مختلف المحافظات. كل عام وانتم بخير. مع بداية امتحانات التعليم الأساسي 2021 بدينا بزيارة المراكز الامتحانية أنا وزميلنا الأستاذ عادل كنج نقيب معلمين دمشق لمتابعة حسن سير العملية الامتحانية. نحن بنعرف نحن دائما بالنسبة للطلاب صف التاسع هن أطفال، فحاولنا نحن اليوم نعطيهم حالة نفسية مريحة أنه نحن الامتحان هو حالة عادية. شفنا حالة ارتياح عند الطلاب، تابعنا جاهزية الامتحانات من خلال النظافة، من خلال تجهيز ورقيات الامتحان. اليوم جميع مراكزنا الامتحانية الحمد لله جاهزة وانطلقت عملية امتحانية بكل سلاسة وبكل حالة مريحة بالنسبة للطلاب والأهالي. نؤكد أنه الأمل بالعلم، الأمل بالمعرفة، الأمل بالأجيال هي رسالة اليوم من معلمي من أبنائنا في التلاميذ في دمشق وفي كل المحافظات السورية. بداية العملية الامتحانية هي بداية تعافي للدولة السورية بعد 10 سنوات من الحرب. أهلا وسهلا بكم بالتلفزيون السوري وبالأخبار السورية، وكما ترصد الآن هي رسالة محبة من تربية دمشق ومن وزارة التربية إلى الأهالي ليشعروا باطمئنان أن العملية التربية العملية الامتحانية تسير على قدم وثاق. الحمد لله العملية الامتحانية عم تتم بشكل كتير نظامي وقانوني. أهم شيء طبعا صحة سلامة الطالب عندنا بالدرجة الأولى بالتنسيق طبعا مع مديرية التربية والوزارة. تم إخضاعنا إلى دورات تدريبية صحية تم تطبيقها طبعا على جميع طلابنا حفظا على سلامتهم. الامتحانات تستمر حتى 16 من حزيران القادم لشهادة التعليم الأساسي ولغاية 20 منه للإعدادية الشرعية.